ما هي العلامات العشر الكبرى للساعة؟ ماذا عن الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ودابة الأرض وغير ذلك من العلامات التي تنتظرنا قريبا؟ ولماذا أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من اقتراب الساعة؟ ماذا ينبغي علينا أن نفعل وكيف نستعد لذلك اليوم؟ اليوم أيها الأحبة سنتحدث باختصار شديد عن العلامات العشر الكبرى للساعة، فتابعونا. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، النبي لم يتكلم كلمة واحدة عبثا، بل حذرنا ونبهنا وعلمنا أن هناك علامات للساعة ونقلها لنا الصحابة. طيب الصحابة الكرام لم يشاهدوا هذه العلامات الكبرى ونحن لم نشاهدها بعد، ولكن لماذا ينبغي أن نتعلمها؟ بل لماذا أنبأنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لننقلها لمن يأتي بعدنا، ثانيا لندرك أن الساعة شيء عظيم وأن الساعة لا تأتي إلا بغتة وأن الإنسان لا يشعر بها حقيقة، وأنه ينبغي علينا أن نستعيذ من الفتن ومن شر الدجال وشر الساعة. قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. العلامة الأولى أخي الحبيب والتي أمر النبي أن نستعيذ منها الدجال. الدجال حقيقة هو شخص يبعث أو يظهر في آخر الزمان، من إحدى العلامات الكبرى للساعة. للأسف كثير من الناس ينخدع به، كثير من الناس يتبعه على كفره وضلاله، يدعي أنه يحيي ويميت، وبالفعل الله يعطيه قدرات هائلة لاختبار قوة الإيمان. فلذلك نحن عندما تكون هذه المعلومة لدينا حقيقة نحذر من هذا الأمر. أما الذي لم يتعلم هذه المعلومة فربما ينقاد وراء هذا الدجال وربما يفتنه ويغويه ويموت كافرا والعياذ بالله. طيب كيف ننجو بأنفسنا من هذا الدجال؟ النبي علمنا أن نحفظ 10 آيات من سورة الكهف، وقراءة سورة الكهف بشكل عام تنجيك من هذا الدجال. لأن الأمور حقيقة أخي الحبيب، يعني نحن اليوم في هذا العصر الدجاجلة كثيرون، الإعلام العالمي هو أكبر دجال اليوم، يعني هؤلاء نسميهم الدجال الأصغر والدجال الأكبر سيأتي فيما بعد. فلذلك أنا عندما أقول اللهم إنني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا أستعيذ من كل من يسلك طريق الدجال هذا، من الشياطين، من الإنس، من الجن، من كل المخلوقات أتبرأ منهم وأستعيذ، أي ألتجأ إلى الله ليحميني من شرهم. لذلك ضروري أن نستعيذ بالله من شر المسيح الدجال كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلامة الثانية نزول عيسى ابن مريم، وطبعا كل علامة لها تفاصيل كثيرة، ولكن أنا أحبك أن تحفظ معي هذه العلامات وتتذكرها باستمرار. طبعا المسيح عليه السلام ينزل في فترة قد ملئت الأرض بالظلم والجور والقهر والذل، ينزل لينصر الإسلام وليطبق شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وليعم السلام على الأرض. هذه مهمة سيدنا المسيح عليه السلام، وهو من علامات الساعة الكبرى. العلامة الثالثة يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حدب يعني المناطق المحدبة سواء وادي أو جبل، تجدهم ينسلون، هذا من علامات الساعة الكبرى. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حقيقة
هذا الأمر أخي الحبيب ينبغي أن ننتبه له أيضا. أنا عندما أتعلم علامات الساعة وأستعيذ بالله من شرها، وإذا عافاني الله ولم أتعرض لهذه العلامات فأقول الحمد لله الذي نجاني أصلا ولم أشاهد هذه المشاهد، فهذا الأمر يعني أمر أيضا هو من نعم الله علينا ينبغي أن نشعر به. الأمر الثاني أن يعني نحذر الآخرة، نحاول أن نتقرب من الله أكثر، نبحث ماذا يريد الله مني، ماذا يحب الله من أعمال، فأسارع لأن النتيجة هي لقاء الله. ولكن هذه العلامات لابد من حدوثها. العلامة الرابعة الدابة، دابة الأرض. الله تبارك وتعالى يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تتحدث بكلام حقيقي يفهمه البشر، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة أخي الحبيب من علامات الساعة الكبرى. ولكن على الرغم من ذلك ستجد من يكفر ويلحد وينكر ويدعي أنها ظاهرة طبيعية، تماما مثل اليوم، ملايين الأدلة على وجود الخالق، ثم يأتي ملحد يقول لك لا يوجد دليل علمي على وجود الخالق. يا أخي أنت الدليل، وجودك هو الدليل. أنت من أين جئت؟ من أين جاء الكون؟ من أين جاءت الخلية الأولى؟ من أين جاءت الذرة الأولى أو المادة الأولى للكون؟ من الذي صنعها؟ من الذي وضع هذه القوانين التي يسير عليها الكون؟ وبالتالي أخي الحبيب دائما هناك الكثير من المكذبين والقليل من المؤمنين وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن كن أنت، أنا دائما أقول كن أنت من القلة القليلة التي تفوز بالجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دخول الجنة ليس سهلا، تحتاج إلى إنسان حظه عظيم عند الله. العلامة الخامسة هي الدخان. هذا الدخان أخي الحبيب سوف يغشى الأرض، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. طبعا الناس وقتها سيجتمعون جميعا ويقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وسيكشف عنهم العذاب. إذن القرآن علمنا أنه في حالة الكوارث كيف ندعو الله، أن ندعو الله أن يكشف عنا هذا العذاب. إذن العلامة الخامسة من علامات الساعة الكبرى هي الدخان، احفظها أخي الحبيب واستعذ بالله من شرها، لأنك إذا دعوت الله في الرخاء أنقذك في الشدة. لا تنتظر حتى تحدث الكارثة، لا تنتظر حتى تمرض، ادعو الله منذ هذه اللحظة بالشفاء بالعافية. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فلا تنتظر حتى تصاب بالمرض، كل يوم اسأل الله العفو والعافية، أن يعفو عن ذنوبك وأن يعافيك في بدنك وصحتك وحياتك. العلامة السادسة طلوع الشمس من مغربها. ولكن هذه العلامة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لماذا؟ لأن الناس عندما يروا الشمس وقد خرجت من مغربها يسارعون للإيمان، تماما مثل الكافر الذي رأى نار جهنم يوم القيامة فيقول يا رب أرجعني إلى الدنيا. مثل هذا الكافر حقيقة هو يكذب، لأنه لو رد إلى الدنيا ومر بنفس الظروف سيعود لكفره وكذبه وإلحاده. لذلك هنا أخي الحبيب اغتنم هذا الوقت واستغفر الله وتب إلى الله وارجع إلى الله واستعذ بالله من شر الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. العلامة السابعة خسف بالمشرق
وآخر بالمغرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس لأرض المحشر وهي الشام. أرض المحشر هي الشام أخي الحبيب المباركة. الملائكة لا تضع أجنحتها على الشام، إن الله تكفل لي بالشام وأهلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه العلامة هي نار عظيمة جدا تجعل الناس من مختلف بقاع العالم يلجؤون إلى مكان آمن، سيكون وقتها هو الشام التي يحشر الناس فيها. إذن هذه علامة كبرى من علامات الساعة أيضا. إذن العلامة السابعة والثامنة الخسف في المشرق والمغرب وجزيرة العرب والنار التي تخرج من قعر عدن، العلامة الثامنة. أصبح لدينا الآن ثماني علامات. العلامة التاسعة ظهور المهدي. المهدي هو رجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه يوافق اسم النبي، أي اسمه محمد ابن عبد الله، رجل صالح يبعث في آخر الزمان لينشر العدل وينشر المحبة والسلام بين الناس، وهو من علامات الساعة الكبرى والتي حقيقة لا ينبغي لنا أن نكذب فيها. يعني أنت ماذا تستفيد إذا أنكرت أن هناك شخص صالح سيبعثه الله يهدي الناس؟ ما هي الفائدة؟ ولا شيء. بالعكس، نحن نصدق كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا عشنا لتلك الفترة فسوف تكون فترة رائعة جدا، وسوف نكحل أعيننا برؤية هذا العبد الصالح. وإذا لم نعش كتبنا مع المصدقين ولم نكتب مع المكذبين. العلامة الأخيرة أخي الحبيب العاشرة هدم الكعبة وتحريقها. يا لطيف، يعني آخر شيء ينتظرنا قبل الساعة هو هدم الكعبة، لأن الكعبة إذا هدمت انتهى كل شيء. هذه من العلامات الكبرى للساعة، والتي أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نشاهدها. لماذا؟ لأن حديث آخر يقول لنا لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ويقول أيضا لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. يعني ما دام هناك إنسان يقول الله لا تقوم الساعة، يمكن أن تظهر كل هذه العلامات ولكن الساعة لا تقوم، إلا إذا بعث الله ريحا قبض أرواح المؤمنين ولو في قلبه ذرة من إيمان يقبضه الله سبحانه وتعالى إليه، ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. لذلك قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.